احنا راجعين بتبيعه ديما وين فما جديد اكيد يكونوا عندنا استضافات والا عبر تقنيه الستريمينغ ناخذوا الجديد في كل المجالات. نحكي توا مع الدكتوره غاده سعداوي. سعيده انك حاضره بيناتنا ومعنا، مرحبا بك، اهلا وسهلا. صباح النور. صباح الفل. سعيده بالاستضافه، ان شاء الله نكونوا مليعات ان شاء الله قد الوجود نتاعنا ان شاء الله. انا نشكرك برشا على انك كنت حاضره، ونعرف ديما الساعه الاولى فيها برشا بالحق يعني عندنا امبوتياج خانق باش نوصلوا لمبنى مؤسسه التلفزه، ولكن الكلكم الحقيقه نحييكم مدام رفيقه قبلك انت كيف كيف تجيو بحذنا وتكونوا ملتزمين. هو هذا واجبنا جينيريك البدايه، واجبنا ما عندناش مزيه، وان شاء الله نكونوا ديما حاضرين على قد المسؤوليه ان شاء الله. يعيشك. دونك المسؤوليه اليوم تهزنا نحكيو على مؤتمر، المؤتمر هذايا افرو اسيوي لاطفال التوحد، وباش يكون ان شاء الله ايام 27 و28 من الشهر الحالي 29 نحطوه في اطاره. دكتوره شنو رايك المؤتمر هذا؟ المؤتمر هذا باش يكون كما ذكرت ثلاث على ثلاث ايام 27 28 29 ماي بنزول سولا زور بيتش الحمامات كونغري. باش معناتها نستضيفوا فيه معناتها العديد من الاخصائيين كسوا من تونس كسوا من العديد من الدول الاخرى، عندنا ليبيا مشاركه معنا، جزائر، موريتانيا، عندنا معناها دو ميدسان ان شاء الله باش يكونوا حاضرين من سويسرا، ومنهم طبيب معناها تونسي مقيم بسويسرا. الكفاءة التونسية. الكفاءة التونسية ديما حاضرة ان شاء الله. باش نحكيو على معناتها اضطراب طيف التوحد من التشخيص، مش حتى التشخيص معناها من الوعي بالأسرة حتى للتشخيص للعلاج للمعناها المراحل الكل اللي معناتها تتزامن مع الطيف هذا. شنو أهمية الحدث هذا أنه يكون على أرض تونس ويكون فيها الجمع هذا الدولي من جنسيات مختلفة ومن بلدان مختلفة؟ يعني كأنه فما تبادل الخبرات باش يكون، شنو بالضبط يعني هو شنو أولاً حاجة تراهنتوا عليها من خلال الجمع هذا والبعد هذا الدولي؟ هو أولا على خطر بالحق تزايد الحالات، تفاقم الحالات كسوة في تونس كسوة في دول العالم، معناها الحالات يعني كثرت والكل. اخترنا الموضوع احنا يعني الجمعية هي تعنى بكل ما يخص الأطفال من بعيد أو من قريب، لكن المرة هذه معناها في الملتقى هو يعتبر معناتها الكونغري هذا يكون المؤتمر الأول بالنسبة لي معناتها الأطفال طيف التوحد. باش نحكيو إن شاء الله معناتها على الحالات اللي موجودة عندنا في تونس كما قلت لك قبيلة، معناها بالنسبة معناتها نشر الوعي أول حاجة، التشخيص والعلاج كيفاش باش يكون في تونس وفي الدول الاخرى، تبادل الخبرات اللي عندنا، الاخصائيين معناتها كل واحد باش يكون معناتها يقدموا، خاطر عندنا ديزانترفونسيون معناتها من تونس ومن الدول الاخرين ان شاء الله، عندنا ورشات تفاعليه زاده، كلها باش تكون معناها في تبادل الخبرات من الاخصائيين من اولياء الاطفال هذوما، من كذلك معناتها باش يكون عندنا يعني اهم حاجه باش نحكيو عليها اللي هي التحديات اللي تواجه هالاسر هذوما شنو هما والحلول ان شاء الله باش يكون معناتها اللي باش نقدموها شنو باش يكون موجود ان شاء الله. طيب الهامن اللي شد انتباهي دكتوره انه بخلاف الخبراء بخلاف الاختصاصيين كان نجم نقولوا اهل القطاع، فما تشريك لعائلات الاطفال اللي عندهم التوحد وطيف التوحد، هذا مهم اليوم فعلا. لانه انا واحده كاعلاميه كواحده من الناس ياسر نسمع انهم يحسوا رواحهم وحدهم، يحسوا انه لا التشريعات طورت في اتجاه حل الاشكالات هذه، ولا الواقع ايضا يعني يسمح اليوم بادماج هالصغيرات هذوما. دونك اليوم انه يكونوا موجودين معاكم في المؤتمر نتصور نقطه مضيئه. هذيك يعني التواصل المباشر مع الاولياء هذوما، ولو ان يعني او احنا كاخصائيين كل يوم معناتها على اتصال مباشر بالعائلات هذوما، لكن في المؤتمر كي باش تتضافر الجهود الكل ونقربوا لهم اكثر، باش نقربوا ونحكيوا على المشاكل اللي هي معناتها بالحق يعانيوا فيها كل يوم، وحابين ولا كرهنا يعني مدام ايناس عندنا برشا صعوبات. صحيح. عندنا برشا صعوبات والتوا معناتها اللي هو يعني اضطراب طيف التوحد ما خذاش الاطفال هذوما ما خذاوش حظهم فعلا، بالرغم اللي عندنا يوم عالمي لاطفال التوحد، عندنا يوم العالمي وعلى برامج، ولكن على ارض الواقع ما زلنا على ارض الواقع برش. فعلا هذه هي النقطه المهمه اللي باش نحكيو فيها زاده، اللي هو كيفاش نفعلوا هل كل ما هو موجود معناها النظري كيفاش بنطبقوه على ارض الواقع. فالحلول على ارض الواقع كيفاش باش تكون، العلاجات اللي باش تتقدم للصغيرات هذوما ماهيش موجوده، كان معناها راهي بالعلاقه يعني بالاخصائي فقط، هي مربوطه برشا اطراف اخرى. وهذا اللي يخلي فما الصعوبه اجرائيه ولا حتى هي بالنسبه تبدأ للحلول فعلا.
انا حبيت نعرج مره اخرى وناكد على ونثمن زيد الحضور الاجنبي والحضور الدولي في اون ابروش كومباراتيف كي نجمو نقولوا يعني اليوم اين نحن من الدول هذه اللي باش تكون مشاركه، كيفاش نجمو اليوم نستفادوا من تجارب البلدان اخرى، لانه والحق يقال ديما وقت تبدا حاجه باهيه نثمنوها، اما هذا الواقع اليوم احنا في تونس ماناش من التجارب الباهيه المضيئه في تعاملنا مع هو الاطفال هذوما. هو نقطتين مهمين، هو يعني الوعي نتاعنا بالاضطراب هذا والتكفل، معناها كي نوصل لمرحله العلاج كيفاش يوصل التكفل به. ما زلنا في تونس معناها برشا اختصاصات ماهيش داخله في المنظومه العلاجيه الكنام. اعطينا شويه حلول تنجم تكون مقترحات اذا كان نستلهموا من التجارب المقارنه اللي كنت توا حكيت عليهم، دونك اذا كان ناخذوا من البلدان هذه طريقه تعاملها وتعاطيها مع ملف اطفال التوحد او طيف التوحد، شنو نجموا نقترحوا على الدوله التونسيه وهياكلها؟ هذيك هو اللي معناتها برشا اختصاصات يلزمها تدخل تحت التغطيه الصحيه، يلزمنا ندخلوهم تحت التغطيه الصحيه، ويكون معناتها التغطيه تكون التغطيه فعليه زاده، ماهيش معناتها بورسنتاج ضعيفه وغيان كو معناتها راهي موجوده في الكنام. لا، يلزمها تكون بالحق، خاطر الولي يتعب برشا، والمده العلاج التكلفه باهظه على الولي، التكلفه باهظه والمده طويله. يعني المده معناها الطفل معناتها عنده اضطراب طيف التوحد راهو المده باش تطويل، وخاصه انه الولي معناتها يقوم بالتشخيص مخر. هذيك من اهم الحاجات، ولهنا نرجع اللي قله الوعي معناتها بالنسبه للاسر اللي كي معناتها صغيرهم يبدا عنده اي نوع من انواع التاخر او الاضطراب انه يكون يفيق مخر، حتى لو كان شاف حاجات يعني ماهيش معناها يكون الديفلوبمون نتاعو يحسوا ماهوش عادي، ديما احنا عندنا نخبيه. وهذه النقطة إجابة أخرى دكتورة ما نعرفش كان شوية باش ندخلوا في التونسي، هو صباح تونسي راهو نحكيو على تونس والتوانسة، احنا عندنا كي وخر في النطق شوية وإلا عنده هكا شوية حاجات مش طبيعية نقولوا دمرزين فعلا هكا، ولا نقولوا دمرزين ولا كيف هكا وعي شوية يقول لك عشان كان سون ريتم كل صغير عنده الريتم نتاعو فعلا ألوغ هو لا فعلا ولا يعطيك الصحة، أنا كنت باش نقولها يعطيك الصحة، هذه هو ومش كان في النطق، أي حاجة معناتها يشوفها الولي لكن والله راهو أوفون دو لوي راهو ماهوش صحيح، هو يقنع يحاول يقنع روحه، خاطر المجتمع نتاعنا كما قلنا حبينا ولا كره المجتمع عنده نظرة خايبة، يحسس اللي الولي وإلا الطفل هذيك راهو مختلف، ويحسوا بك الاختلاف هذيك عن طريق التنمر، وأن عن طريق الاتصال المباشر مع الولي يحسك معناتها أنه هو شنو هو الوجيعة اللي يعيشها كل يوم، يقول لك صحيح أنا ريت اللي هو راهو عنده تأخر في حاجة، راهو ريت عنده اضطراب في حاجة، مثلا نقارنوا بصحابه، نقارنوا بجيرين، نقارنوا مثلا بخوه إذا كان عنده معناتها شكون في العائلة معناتها جايب عنده أخوات أكبر منه، لكن يحاول يغطي باش ما يوصلش لك التنمر، لا يقول لك هذا مش باهي زاده، لانه قد ما نكشف مبكرا قد ما يكون العلاج او نمشيو في العلاج يكون خير. اهم حاجه انا ديما بالحق الكلمه ونقولها نوصي اي ولي هو ماكش باش تخسر حتى شيء، اذا كان هزيت صغيرك الاهل الاختصاص كل حاجه انت جوست باش تطمين، اذا كان فما حاجه راهو ماهوش عيب نعالجوها باش من بعد نوصلوا للحلول في ساعه، اذا كان انت تجيب صغيرك في الاربعه والخمسه سنين على خاطر صاي وصل معناتها قرب لسن التمدرس وقتها باش نبداو رحله اخرى ما اصعب، اذا كان في العامين والثلاث سنين نجموا معناتها بالحق مده العلاج تطول. اي احنا نحب نحيي ميسيس، انا قلت احنا كي تبدا حاجه باهيه نثمنوها، خليني نحيي مؤسستي اللي قاعده تعدي في دي سبوت بالشراكه مع وزاره الصحه العموميه، سبوت خاصين بالتثقيف يعني تثقيفيين للتوعيه بالنسبة لمرض التوحد وطيف التوحد، نعرف نصور شاهدتهم دكتورة اضطراب نمائي هو اضطراب نمائي خاطر هما التسمية الصحيحة شنو هي العلمية؟ هما شو هو تو التسمية العلمية هو اضطراب نمائي، لكن معناتها التعريف نتاعو والتسميه الصحيحه هي مرت بعديد من التشخيص اللي هما من الدي سي ام ا حتى للدي سي ام 5، دونك التعريف نتاعو معناتها اختلفت حتى الشيء اللي توا معناتها وصلوا للتسميه انه هو اضطراب نمائي. باهي كان ناخذوا شويه تكون لنا فرصه معاك ونثقف ايضا من خلال هالبلاتو هذايا الساده المشاهدين والعائلات اللي قاعده تفرج فينا توا، ساعه قد عنا بالارقام حالات طيف الاضطراب النمائي هذايا في تونس
شنو ما اهم الحاجات اللي انت كدكتوره اليوم نستغلوا هالبلاتو باش تقول لهم انتبهوا اذا كان صغاراتكم تحت طائله هلا الملاحظات هذه؟ بالنسبه للسؤال الاول معناتها هو المربوطين بمعهد الاحصاء ويكون يلزموا محايل، معناها ما نجموش نعطيو دي شيفغ هكاك ودي بورسنتاج، لكن راهو البورسنتاج الحقيقه كبيرة، لكن نجم يكون على أرض الواقع فما حالات نجم ما هيش موجودة حتى في معهد الإحصاء. احنا على أرض الواقع معناتها كي تشوف الصغار اللي هما موجودين ونسبة الحالات اللي في تزايد، معناها بتزايد بصفة معناها مهولة الحقيقة. واختلاف الحالات وتفاوت الدرجات هو اللي يخلي ربما انه ساعات زادة ما نلومهمش ياسر الأولياء، ساعات ما يفتنوش. ولدهم تحت خاطر هو بيدو، هو معناتها اضطراب، معناها اضطراب طيف التوحد، هو بيدو فما برشا، معناها برشا أنواع، ماهوش نوع واحد، ماهوش حالة واحدة، ماهوش مثلا يعني عنده دي سامبتوم معينين نحطوهم الكلهم على أي صغير. أما أعطينا أبرزهم دكتورة حتى نحاول شوية زادة ويستأنسوا شوية مثلا اللي عنا الحالات اللي هما واضحين، معناتها السلوك نتاعو يكون واضح. اي دونك اللي سامبتوم ظاهرين اللي هو عنده الحركات التردديه، وراهو سامحني نقطه معناها النجم توا وصلنا اني حتى من قبل اما توا اكثر خاطر الوعي. معناها ساعه الحركات التردديه؟ الحركات التردديه هما الستيريوتيبي اللي هما مثلا صغير يبدا عنده يعمل هك هذيك اي حركه لو تسمع دكتوره خاطر كاينوا معايا دونك عندنا الحركات هكي والا مثلا اللي جيستويل معناتها هذوما الكل يسميو حركه تردوي جيستويل، والا فيربال اللي هو نجم صوت، نجم يكون اصوات يصدر اصوات تردديه، معناتها نجم يكون حركات تردديه هذوما الغوماركاب، لكن فما حالات راهم ما يفيقش بها، معناتها اللي هو نجم يشد يده صبعه بحركه صغيره وبسيطه يبدا يدور فيهم، يبدا يعمل هكا، يبدا يعمل حاجه، يبدا يشد ستيلو ويدور. العجله اي حاجه معناتها سيركولير، يقلب مثلا يشري لعبه موتور ولا حاجه يقلبها يقعد يدور في العجله، هو بيدو يقعد يدور يا اما يدور حول نفسه والا حول حاجه معناتها بوتو عرصه في الدار ولا حاجه يدور. هذوما الكبار كما قلنا قبيله، اما فما حاجات راهي ماهيش واضحه. في علاقته بالاضاءه مثلا فما لي زونفون اللي هم فما زيد دو تيب، اللي خاف من الضوء، خاف من الظلام بمعنى من الضوء، وفما اللي هو بالعكس يحب ينزوي، يحب يقعد في الظلام. اللي تعرف قلت لك راهو حالات تختلف من طفل الى اخر، راهو ما نجموش ناخذوا الحالات الكلها ونصبوها نقولوا هذا هكا هذاك، لا هذه ولدي ما عندوش هذاك معناها ما عندوش، والا راهو صغير يعمل فيها هذوما دونك كيما الاخر، لا كل طفل وعنده الخصوصيه نتاع معناتها لي سامبتوم هذو. اي ولو انه الحقيقه اللي ذكرتهم انت دكتوره الكل كواليه كأم هذوما راهم نتبهوا لهم يعني مادام هذوما اللي قلنا اللي هما غوماركاب جو دي بيان اللي هما غوماركابل. اي خاطر انا هذه نفس الملاحظه يعني هذوما غوماركابل ما تصورش ام فعلا ما تصورش ام، لكن قبل هذا قبل هذا من الاشهر الاولى من الاشهر الاولى من لي بخومي موا احنا رانا قادرين نشوفوا انه الطفل عنده اي نوع من التاخر ولا الاختلاف. ام باش تكون معناتها اتصال مباشر على نوفوني يبدا بشوي بشوي هو التواصل البصري. احنا نقول لهم ينتبهوا في كل المراحل الحقيقه من اللي هو صغير رضيع ننتبه فعلا. والام ديما راهو بالحق عندنا كاللهوه وكالرعايه تبدا هي مادام بالحق نقولوا لا ما نحطوش السيء في صغارنا ما نحطوش هو شنو هو ما يصيرش هي الام على معناها علاقتها المباشره مع طفلها تكون معناها هي بيدها تعمل لهم لي تيست هذوما تعملهم وحدها كيما كانوا معناتها لي مامون قبل صحيح. لم وحدها تحط حاجه تحب ولدها يسمع ولا ينتبه ولا هنا زاد نحكيو على خاطر قلت كيما قلت لك هذوكم اللي هما غوماركابل راهم الحركات اللي عملهم طفل اول حاجه في مرحله متقدمه خاطر ما يصدرش الاصوات وهو في مرحله معناتها نتاع العام وثمانيه شهور وكل ما يصدرش اصوات هذوكم وقتها يبدا مازال كانه انسان معناتها عايش في الموند نتاعو بالعكس هو ما عنده حتى اتصال بالعالم الخارجي نتاعو. طيب احنا على ان شاء الله سامحني مازال فما نقطه سامحني خاطر هذوما النقطه باش نمشيو المخرجات المؤتمر لانه النقطه هذه باش بالحق اللي هما هذوكم كما قلنا اللي هما الحاجات اللي غوماركابل لكن فما حاجات ما تتشافش اما تفيق
لي باغون نجموا يفيقوا به، اللي هو ما ينجمش يتواصل معاك بصريا، الصغير ما ينجمش ما يفهمك، ما ينتبهش، ما يتبعكش، ما فماش انتباه، ما فماش، يبداو بشوي بشوي، ما يسمعكش كي تعيط له، ما يسمع تقول له معناها بعد نبداو في مرحله اخرى اللي هو ينجم يجاوب معاك، تقول له شنو هو اسمك ينجم يجاوبك، يعني ابارتيغ من السنه الاولى معناتها في عمره راهو ينجم يتواصل معاك. لهنا اذا كان ما فماش التواصل هذوما وفما برشا حاجات سامحني خاطر الوقت معناها زربنا، لكن هو الموضوع يطول ويطول جدا. لأن كل ما نحل القوس سبعيتك باش نفتح القوس هذا مهم برشا دكتورة، هذي مهم مهم، لأنه تحب ولا تكره هذي على عاتق الأولياء، الأم والبوب درجة فعلا. أولى، لأنه في سنواته الأولى يبدأ تحت عينين بوه وأمه، دونك لازمنا نتثقف من ناحية هذية باش ننجم خاطر الأعراض تنجم تظهر كما قلت لك، هما فما برشا أعراض كيما تنجم تظهر الأعراض في الأشهر الأولى، كيما تنجم يكون خاطر هما كيما قلت لك معناتها ما نجموش نقولوا راهو هما معناتها فما حاجات جينيتيك، فما حاجات من بعد مكتسبة، إلى حد الآن ما فماش حاجة واضحة بالنسبة للدراسات العلمية باش نبداو واضحين. دونك وهذا اللي يخليها صعوبة هما شنو فوالا كل حالة والتشخيص نتاعها، إذا كان حال معناتها الأسباب اللي أدت، لكن نجموا نكتشفوا مثل اللي هما السلوكيات هذوما اللي مش موجودين، التأخر في التواصل هذا، الصغير اللي ما ينجمش معناتها فما حاجات بالحق ما يوصلش المرحلة مرحلة النمو نتاعه ما وصلهاش، لهنا نشوفوا شنو في الأشهر الأولى النجم فيق برشا حاجات. أي ولازم نركزوا بصراحة، نركزوا ياسر على صغيراتنا، نبوسوهم ونعلموهم التواصل مع صغيراتنا رسالة بالحق، رسالة نوجهها نتواصلوا مع صغيراتنا بحكم معناتها ليزونجاجمون نتاع الام ونتاع البو، معناها خاصه بالحق الام كانت قبل تعطي وقتها لصغيرها، تلعب معاه، تتواصل معاه، تخليه معناتها اكل توسكي سونسوريال معناتها يفيق من الاول، تلعب معاه، هذيك اللي يتواصل مع صغيرها. لكن توا بعدنا برشا، دونك تلقاها لمامون تبدا تجري معناتها، هذا كل ما يبررش كل ما يبررش انه ما ننتبهوش لصغيراتنا وصحتهم، فعلا هي تلتجئ الحاجات اخرى، مثلا تحط صغيرها في التليفون ولا في التلفزه ولا في معناتها باش يتفرج، والا تعطيه لشكون يتلهى به، تحط له التلفزه، تحط له غنيه، تحط له وهي تتلهى بحاجات اخرين. لهنا عملنا معناتها هو ما بين العالم نتاع الطفل وما بين العالم نتاعه والعالم الخارجي. بعد ربما تجينا الصدمه، ولكن احنا ديما نقولوا قد ما نكونوا فايقين على بكري ديما خير. نشكرك برشا دكتوره، فقط نذكر المؤتمر باش يكون ايام 27 و 28 و 29 ماي ان شاء الله، ان شاء الله يكونوا معناتها يجيو، دونك الدعوه من هنا ان شاء الله ينجموا يجيو ونجموا يسجلوا في الرابط اللي موجود معناها في الفيديو اللي هابط في اليوتيوب ان شاء الله. مرحبا بالناس الكل، وان شاء الله بالحق نحاولوا نقدموا الحلول على ارض الواقع وتطبق ان شاء الله. ان شاء الله انت ان شاء الله ترجع لنا بالمخرجات نتاع المؤتمر، شو رايك؟ لانه مهم برشا اليوم كي نحكيوا على مؤتمر افرو اسيوي انه تونس تكون هي البلد الحاضن المؤتمر هذايا، ان شاء الله نخرجوا بمخرجات تستفاد منها تونس. ان شاء الله هذا اللي نقولوا، باش يكونوا حاضرين معناتها برشا اطراف اللي برشا الوزارات، خاطر الموضوع هذا راه يهم هيكل الصحه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، وزاره التربيه، معناها احنا الموضوع ملم ويبدا من معناها الطفل من سن الولاده حتى يكشي انه هو اللي يدخل لسن التمدرس الى ما بعد ذلك. طيب وجميل برشا انه المؤتمر يلم بخلاف هالجمع الدولي هذا يلم هياكل متداخله من شانها انه اذا كانت تظفر الجهود نتاعها نلقاو باذن الله مخرجات وحلول. شكرا لك دكتوره غاده، كنت سعيده بحضورك معايا، ونحيي التزامك انك تكون موجوده باش تحكي فيها الموضوع هذا في هذا الصباح. احنا باش نعملوا تنقيز القبل اللي باش يهزنا زميلي مراد مزيود، نحكيوا على بعض مشاكل قطاع النخيل، على اصوات الفلاحين فلاحي منطقه البليدات، وراجعين مواصلين المشوار هذايا الى حدود منتصف النهار. مشاكل وصعوبات بالجملة تهدد مئات الهكتارات من زراعة النخيل بقرية البليدات من معتمدية قبلي الجنوبية نتيجة غياب حلول لتصريف مياه النس التي تسببت في أضرار جسيمة وخسائر فادحة لعدد كبير من فلاحي هذه المنطقة.
حبيت اليوم نحكي لكم على مشكلة كبيرة ياسر اللي نخرت الفلاح القبلاوي بصفة عامة، مشكلة النز. النز قاعد محصور في جذور النخلة، النز ما لقيناش وين نصرفوه. لازم الدولة اليوم تعمل لنا حل في الإشكال هذا، يتمثل في نشعيات كبيرة، مش نشعيات رسمية، تكون عندها مصب واضح وصريح للناس الكل، الفلاح الكل، باش اي فلاح يتضر من مشكله النز في الواحه نتاعه يحط النز هذاك في النشعيات الرسميه، وهيك نتفادوا الاشكاليه كفلاحين منطقه كامله. عملنا كل السبل باش نصلحوا الوضعيه، مصاريف كبيره، مجهودات فرديه، وتوجهنا لجل الجمعيات والفلاحه واحد باش يعاونونا في اسم ده في مشاريع قطره قطره وكل شيء. ما لقيناش عين، صرفنا وتعبنا وكل شيء، ثم توجهات من معارضين، ثم تعطيلات، ماذا بينا يعودوا يعاونونا يسهلونا. مصاريف تكلفت من حفر بركة للآلات الجارفة 17 مليون مبدئيا. والله بدينا المشروع متاعنا ذا في غرس النخل باش 10 سنين التالي، كبر النخل وبعد ما رجعش ما ولديش، ما جابش منتوج متاع. المشكلة في النز، مياه النز التي استفحلت بكميات كبيرة على محيط أغلب واحات البليدات بعد أن تعذر على الفلاحين إيجاد حلول جذرية للتخلص من هذه المياه الراكدة. يعني واحد من المضرورين، ومضرورين برشا، كنا نصور فيها توا قدامكم. وقتاش فقد بها توا الوضعية؟ بها اليوم بركة فقد بها. هي يعطيك الصح، تفاجأت بها اليوم، وهاني قلت لكم عليه، فهمت؟ وماذا بينا نعاجلوا معنا بأسرع وقت باش ننقذوها الدقله هذه. كنا نعانوا في المشكله نتاع الخندق وما كنت تعرفوا كذا، تو باش نرجعوا نداولوا للدقله. خوف وقلق كبيرين لدى اغلب الفلاحين واطلاق نداء استغاثه لتدخل اجهزه الدوله لايجاد حلول عاجله لانقاذ هذه الواحات التي تعتبر المصدر الاول لوقوت هذه العائلات. كما تشوف تو النخل مات وما لقيناش حل. وصلنا للحل هذا، الخندق هذا نخرجوه، خسرنا عليه بزايد، زاد اكثر من 15000 دينار خسرين عليه. ولكن ثم شكون مجموعه تهدد بردمانه، احنا هالمجموعه هذه ما عندنا معاهم حتى مشكله، سوى انهم قالوا باش تضرونا، واحنا ما نضروا حد. احنا نطالبوا السلطة باش تتحمل مسؤوليتها، تعمل لنا حل مع هالناس هذو. الإدارة الجهوية للفلاحة بقبل أوضحت أن هذه الأراضي هي في شكل توسعات عشوائية، لكنها ستبحث في إيجاد حلول لمساعدة باعثيها. هو في الحقيقة منها بالنسبة للمياه النشيات ومياه النز، الإشكالية عامة في أغلب المناطق، بخصوص المناطق التوسعات والمناطق السفلى، معناها تضرت بطبيعة الحال بكثرة متاع المياه الري الناتج عن استغلال منها الطاقة الشمسية، هي منها بطبيعة الحال، وغياب شبكات تصريف المياه في هذه المناطق اللي بطبيعة الحال هي ماهيش تحت إشراف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وماهيش تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. رغم ذلك نسعوا منها لإيجاد الحلول منها مع السلطة الجهة المركزية لإيجاد الحلول العامة في هذه، مع دعوة الفلاحين لمنها الاقتصار منها واستعمال شبكات المياه المقتصدة في المياه، في مياه الري، حتى منها يقع منها التقليل من المشاكل هذه متاع المياه النز، ومنها الارتفاع الملوحة بهذه الجهات. مشكل مياه النز وعديد الإشكاليات الأخرى التي تهدد مساحات كبرى من زراعة النخيل بجهة نفزاوة، لكن تبقى أمال فلاح ولاية قبلي في انتظار تفعيل قرار 26 من أوت لسنة 2017 والقاضي بتسوية مشكل التوسعات العشوائية الذي يقدر ب 30000 هكتار من مساحات واحة النخيل. بتبيع
نواكب كل التظاهرات فنية ثقافية سياحية اقتصادية وين ما كانت في كل المجالات كما رينا طبية منذ قليل. توا باش نمشي ونعملوا تنقيزة وبالأحرى مدينة العلوم هي اللي جات بحثينا ممثلة في شخص عصام العلبوسي. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي عصام، نورتنا بالحضور في هذا الصباح. مرحبا. مرحبا وشكرا على الاستضافة، يعطيكم الصحة. دونك نقدمك للسادة المشاهدين أستاذ التأثير العلمي بمدينة العلوم، والحدث هو على هامش اليوم العالمي دون التدخين أو لمقاومة التدخين، الامتناع عن التدخين. سي عصام، أنتم استبقتوا كما كل مرة يظهر لي عندكم هالجانب العلمي هذايا اللي تحرص عليه مدينة العلوم. بالطبيعة هو اليوم العالمي للتدخين يوم 31 ماي، تونس إذا على غرار بقية بلدان العالم تحتفل باليوم هذايا، وكيف نقولوا يوم عنده طابع علمي تحسيسي وإلا توعوي، مدينة العلوم ديما تكون في الموعد وتحضر برنامج في إطار مهمتها اللي هي نشر الثقافة العلمية. دونك حضرنا يوم علمي مفتوح. تم بمعنى أو مدينة العلوم ويوم علمي، وانت سيادتك معناها تأثر في الجانب العلمي هذا، دونك تتناولوه من جانب علمي صرف يعني باش ناخذوه من جوانبه العلميه فقط ولا فما جوانب اخرى؟ لا، من جوانب العلميه، جوانب يعني كيف نقولوا احنا هدف مدينه العلوم هو تبسيط المعلوم. دونك نقولوا جانب علمي ولا نقولوا محاضرات ماناش باش تكون حاجه صعيبه، بالعكس باش تكون حاجه مبسطه، لان كما قلت لك مدينه العلوم والهدف نتاعها هو نشر الثقافه العلميه. دونك خذينا جانب الاختصاص وقمنا باستضافه الدكاتره من الجامعيه، دونك باش تعطونا المعلومات الطبيه الصرفه. ومهمتنا احنا باش تكون تبسيط المعلومه واخذ ماناش باش نحكوا على التدخين، على صناعه التبغ ومضارها من جميع الجوانب. طيب احنا عندنا بعض الصور لليوم اليوم المفتوح، اليوم المفتوح هذا اللي باش يكون بصفه استباقيه باعتبار وانه نحكيوا عليه في العاده نهار 31 نهار 31 ماي. احنا استبقنا لانه 31 ماي يعني يوافق ذروه الامتحانات، اذا حابين احنا نقدموا باش نمكنوا اكثر عدد ممكن خاصه من الطلبه والى الشباب باش يكونوا حاضرين معنا. اي دونك هذه البرنامج. البرنامج على البرنامج، ناخذوا الفكره على البرنامج. البرنامج هو نهار 25 يبدا من 9 صباحا حتى ل4 نتاع العشيه، كما قلت لك هو يوم مفتوح ومجاني. اذا باش نستهلوا البرنامج هذايا بزوز محاضرات يقدموهم زوز دكاتره من الجمعيه التونسيه للامراض الصدريه والحساسيه. المحاضره الاولى باش تكون تقدمها الدكتوره صابرين لوحاشي، باش تحكي لنا على التدخين للشباب، باش تركز على الاطفال والمراهقين السنة. على هذاك قلت لك باش تكون المحاضره مبسطه، باش تعطينا ارقام بيانيه، باش تعطينا الاسباب والوقايه من التدخين. والمحاضره الثانيه باش تامنها الدكتوره امنه بن جميع، باش تحكي لنا على سبل المساعده على للاقلاع عن التدخين. بعد باش يكملوا بعضهم يعني زوج محاضرات بالطبيعة. بالطبيعة. من زوج جوانب مختلفه. من زوج جوانب، واللي باش يكون مكمل لهم زاده مدينه الورشات العلميه اللي باش تقدمها اساتذه التاثير العلمي بمدينه العلوم، باش تكون حول مدار التدخين بصفه عامه، باش نعملوا مسابقات بما انه باش يكونوا برشا وليداتنا حاضرين، دونك مسابقات بلي كويز بوكس هذوكم باش يعملوا شويه انتراكتيفيتي، وباش نختموا اليوم هدايا بتقييم هو على تقييم هو ستاندار يعني حسب مقاييس عالميه، دونك نجموا نقيموا من خلاله نسبه التدخين وبالتالي تحديد ما هي السبل اللي باش تعاوننا للاقلاع عن التدخين. اي دونك موضوع مهم برشا، على هو نهار عندنا معناها عالمي، ولكن راهو كل يوم وخاصه بالنسب انت ادرى سي عصام انه الحقيقه عندنا نسب كبيره من تاع مدخنين. صحيح، احنا تقريبا وصلنا للثلث، وصلنا تقريبا للثلث، احنا يعني تقريبا في تونس عندنا 25.1 تدخين يتسبب في وفاه 13200 شخص سنويا، بما فيهم ال 2006. انا ديما نركز على 2600 مواطن تونسي اللي يموتوا سنويا بسبب التدخين السلبي، معناتها هم لا عملت لايديهم ماهمش مدخنين، لكن رقم ذلك تم التاثير عليهم من بسبب المدخنين. رقم مفزع انا نعتبره، هو رقم مفزع. ثم رقم يخص يا عصام لو تسمح، اللي هو كي يشوفوا السرطانات، عافانا وعافاكم الله، سرطان الرئه واللي متسبب فيه بدرجه كبيره التدخين هو في المرتبه. مش كان الرئه هو 17 نوع من السرطان يتسبب فيهم التدخين، لكن احنا كالانسان العادي ديما نقولوا لانه التدخين مرتبط بالجهاز التنفسي، لكن احنا السموم اللي موجوده في السجائر تمشي في الدوره الدمويه، معناتها باش تمس جميع انحاء الجسم. اذا ابار الامراض السرطانيه هذه، اذا عندنا احنا امراض الشرايين والاوعيه الدمويه، عندنا الانسداد الرئوي المزمن، عندنا امراض الخصوبه اللي هي زاد راهو نسبه كبيره لكن مسكوت عنها. في امراض الخصوبه في تونس عندنا يعني ديكوب المحرومين، وساعات يعني يبداو في بالهم اللي الاسباب ربما يكون التدخين.
المدخين، لكن نرى الادمان هو اللي يمنعهم انه باش يبطل وانه ربما باش يوصل مثلا باش يفرح. دونك رغم ذلك ان الادمان راه قوي برشا. فما حلول باش يجيو على يدين الاطباء، باش ياخذوا بيديهم، باش يسدعوهم ايضا يكملوا هاليوم المفتوح هذايا، يقترحوا عليهم بعض الطرق والسبل كيفاش نجموا نتخلصوا من الادمان هذايا. ونعرفوا وزاره الصحه عندها برشا برامج حقيقه في الاداره هذايا، دونك مازلت فما تكمله يا ذولي باش تبنيوا على هذايا. بالطبيعه احنا راهو النشاط نتاع مدينه العلوم ما يقتصرش كان على يوم 31 ماي، احنا تو مثلا الصور اللي كنت تشوف فيهم الورشات العلميه هذيك راهي نقدموا فيها على مدار السنه. قدموا فيها على مدار السنه، لذلك احنا خاصه في اليوم هذايا ماذا بينا احنا ندعيو الشباب باش يكونوا حاضرين، حتى ولو كان ما عندكش نيه باش تبطل ما يسالش كون حاضر، بالكش نظرتك تتبدل. كيف ندعو المشرفين على المؤسسات التربويه، نعرف الصعيب قربة الامتحانات، لكن ما يسالش راهو موضوع مهم، دونك ماذا بينا يكونوا حاضرين. اي اما انا علاش هنا نحب ناكد على الحضور سي عصام معاك، يعني اليوم شنو عملت مدينه العلوم باش تستقطب الشباب هذايا، باش تستقطب التلامذه هذوما؟ ما نجموش تخيلوا آليات أخرى ربما مخرجات لهاليوم المفتوح هذايا نوصلوها للتلامذة حيث ما كانوا، للطلبة حيث ما كانوا، باش نجموا نوعيه ونثقفوا ونساهم في التقليص من الإدمان، لأنه اليوم بالحق يعني إذا كان نحبوا نمنعوهم هالصغيرات لازم المعلومة توصل لهم وين ما كانوا. وين ما كانوا صحيح، احنا توا ربما مدينة العلوم راهي قبل عندنا حاجة اسمها القاطرة العلمية. كانت هي اللي تساعدنا باش احنا النشاطات هذه نتوجهوا بها لل 24 ولايه. نعرف العامين صحيح القاطره هذه قاطره متنقله، نجيبوا 24 ولايه سنويا، في كل سنه نختاروا زوج معتمديات مختلفين. لكن احنا انقطعت شويه وقلت شويه التنقلات هذه بسبب نعرفوا احنا الوضع العام والكورونا والعامين، لكن ان شاء الله دونك بيانتو باش ترجع القاطره العلميه وباش تجوب الجمهوريه كامله وباش تهز مثل هذه النشاطات، نشاطات علميه ونشاطات تحسيسيه ونشاطات توعويه. طيب في الاثنين نستدعوا الناس الكل نقول لهم يجيو، الدخول مجاني هكا ولا مفتوح من 9 نتاع الصباح حتى للربعه نتاع العشيه. طيب نشكرك برشا سي عصام، مشكور على الالتزام هذايا وانك تكون حاضر باش لانه المعلومه اليوم بعض الاشكاليات حلها في نشر المعلومه. صحيح، والمعلومه راهي مدينه العلوم ولا صوتها بصراحه، مدينه العلوم ولا صوتها مسموع، لانه احنا كان لاحظت احنا قدمنا الارقام اللي قدمناها هي صدرت على دراسه تم نشر نتائجها منذ ديسمبر 2021 ما سمعتش لها بها العباد، لكن مدينه العلوم راهي عندها طريقتها في تقديم المعلومه، وهذا اللي خلى ربما الخبر ينتشر، ربما العبد احنا تعمدنا ان نعطوا الارقام هذه ما يسالش جانب ترهيبي، لانه باش نعاون الناس على الاقلاع عن التدخين شويه ترغيبي، لكن حتى جانب الترهيبي راه مهم شوي. المهم النتيجه. اي المهم النتيجه هذا هو ثمار التعب هذه ولا هذه الكل يعني من زوايا مختلفه، مره الرج ومثالش، مره الرغب، مره الصوره، الاحصائيات، المحاضرات، ولكن الكل لهدف واحد، هذا هو وليس بالطبيعه هو وليداتنا وهو المجتمع بصفه عامه بالطبيعه. صحيح. نشكرك برشا سي عصام. احنا زاد نحب نشكركم، نحب نشكر وسائل الاعلام الكل اللي موفرونا في المساحات هذه باش نعرفوا بمدينه العلوم اقل حاجه بالنشاط نتاعها. شكرا لك سي عصام، هذه اقل حاجه نجموا نقدموها كمرفق عام، هو ايضا من بين ادواره الاساسيه التثقيف ونشر المعلومه ونحميه وصغيراتنا، وان شاء الله ربي يبقي ستر على تونس. شكرا لك سي عصام مره اخرى. نمشيو تنقيزه، يلا نمشيو نعملوا تنقيزه نشوفوا شيف صابرين في مرحله اخرى متقدمه من الاطباق. ايناس لهنا الخبز نتاعنا خمر، دونك قلت لازم نوري المشاهدين كيفاش التكستور اللي تقعد بعد ما البات تخمر. شنو باش نعملو تو؟ خديت لهنا القالب نتاعي حطيت عليه زيت وباش نصبو الخليط نتاع الخبز كيما قاعدين تشوفوا، معناتها جاري الميلونج، وهذايا الغسيت نتاع نوع الخبز هذايا، هما برشا نواع، كل مرة تو إن شاء الله نعملوا نوع. احنا ما عملناش برشا مرات الخبز، قلت ميسالش المرات هذوما تو نوليو نعملوه، خاطر برشا عباد يحبوا خبز دياري. هذايا البات اللي تحصلوا عليها، حاجتنا إنها تخمر مرة أخرى توا في الطبق نتاعها، من بعد كي تخمر باش ندهنوها بأصفر عظمة محلول بشوية حليب. باش نرش انا من بعد الجلجلين، نجمو نرشو فيه خبز للي يحب فيه الخبز، ولا اللي عنده توا الكليل الفريشك كليل اخضر يعني مش شايح يبنن ياسر. بنمشيو توا للعين السبانيوريه، اول حاجه باش نعملها باش نطيب لها الصوص نتاعها. لهنا خليت زيت، وعندي هوني الطماطم الفريشكه يعني قصيت طماطم خضراء
نحطوا الطماطم الخضراء، وعندنا لهنا طماطم معجونة باش نحطوها باش نخليهم يتقليو حتى لين الطماطم الفرشكة تذوب، ونقعد كل مرة نحط لها تريف بالكل الماء باش تنحي القروصية متاع الطماطم المعجونة. وقت اللي باش نحط الماء باش نحط شوية بالكل من بعد فلفل زينة مع الماء باش ما يتحرقش. نجيو توا للميلونج نتاع اللحم المفروم، قلت لكم باش نعملو دي بورسيون انديفيدويل، ناخذو كيما هكا هذايا الطرف الاول، نحاولو نحلوها في الوسط كيما هكا باش نعملو اسباس للعظمه. نزيدو شويه لحم مفروم، اللحم المفروم هذايا فوحتو، زدت له جبن رابي والمعدنوس، حطيت له زاده ابيض عظمه وشويه بالكل شابلور. هذه العظمه بتاعنا تصمتت، نجيو توا نحاولوا بشويه نسكروا عليها باللحم المفروم، ومن بعد باش نطيبهم بالفابور في المرحله الاولى، ومن بعد نقليهم في الزيت. نتبعوها كي بشويه، حسينا حاجتنا اكثر لحم مفروم نزيدوها، لازمها تتغطى كومبليتمون. نقعد نتبعوها حتى لين تتسكر، وهكاكا نكونو عملنا عين سبانيوريه دي بورسيون انديفيدويل، يعني في بلاصه ما نعملوها كعبه كبيره ومن بعد نقصوها. نتبعوها بشويه بشويه لين ناخذو فورمه العظمه، يعني في اللحم المفروم باش ناخذو الفورمه نتاع العظمه. نقعدو نزينوها، من بعد نحسنو الشكل النهائي نتاعها باش نغلفهم بالبابي سيلوفان، نطيبهم بالفابور، ومن بعد نقليهم في شوية زيت ولا نحمروهم في الفوق، كل واحد حسب الرغبة نتاعو. انا باش نكمل هكايا مع بقية الكونتيتي اللي عندي بالنسبة للحم المفروم وكعبة العظم، الصوص نتاعي طيب، وانتم اقعدوا معانا شوية اخر نرجع لكم نوريكم لوين وصلنا. احنا مش نقعدوا معاك، انا واحده من الناس سرحت مع التشتيشه. نغم التشتيشه فن، فن من الفنون، تخرج لنا من الكوجينه ما عندكمش فكره على الروايح الهوني، ريحه العين الاسبانيوريه والخبز شويه اخر باش تفوح الريحه نتاعو. نودكم ولنشهيكم ان شاء الله فطوركم يحضر معنا في نفس التوقيت، وان شاء الله تستلهموا افكار من الوصفات هذيه. بعد شويه نيروز في جمالك احلى وانت اجمل مع نيروز مع الوصفات الطبيعيه اللي باش تقدمهم لنا، ولكن خلينا نمشي ونعملوا تنقيزه النابل في تونس البية مع زملائي وراجعين.
مرحبا بكم في البلاتو الفرعي. هذه البلاتو اللي كلنا في كل نهار جمعه نكونوا مع فيروز تجينا خصيصا باش تعطينا وصفات طبيعيه تستنيوها نتصوره، لانه عندنا ملاحظات مزينه برشا جايتنا على الفقره هذه. قبل كل شيء صباح الخير نيروز، اهلا وسهلا. زين عايشك باهي نيروز؟ دونك قلت الفقره هذه حطيناها في السكه، يبدو انه ساده المشاهدين تعجبهم. كي نقول ساده المشاهدين راهو رجالا هاكا سبقتهم، ونساء، لانه اليوم نحبوه يكون كيف ما قلت ان مومون دو بليزير دو ديتونت، نتلهاو برواحنا ونعطيو شويه وقت في خضم هالحياه هذه الكل لرواحنا. اليوم شنو تقترح علينا؟ نحكيو على البشره الدهنيه، على خاطر توا هي اكثر من نوع فما برشا دي تيب دو بو، دونك هي اكثر وحده من اللي تتقلق ياسر وتتاثر ياسر بالشمس. اي بالسخانه. بالسخانه والشمس، على خاطر هي في ليكسيد سيبوم اللي يطلع برشا يولي في الوجه. دونك يولي يقلق برشا، يولي لي تراس داكني يزيدوا يغمقوا، الحب يزيد يكثر، التيزان زون تي هي اللي تزيد تكثر فيها ليكسيد سيبوم كيما قلت. دونك لازم لازمنا ديزاستوس ولازمنا نصائح باش البو هذيك تلقى الريغليزاسيون سيبوم تاعها، نلقاو كيفاش نريكلوها. تخي بيان، دونك هذا هو الموضوع حطيناه في اطارو. حاجه الباهيه برشا بلاش فلوس، تقريبا تقريبا بلاش فلوس. اليوم كانوا شويه استثناء فيها شويه مصروف، مصروف شويه مش برشا اللي حكيها. شنو صار المكونات اللي لازمين اليوم؟ المكونات الماسك هذا يفتح اللي تخاس دكني ويفتح الوجه هو بالكدا، فيه غرت طبيعي، عسل وشوفان مرحي. ماش حكايه كبيره، دونك بيني صب صغيره. فوالا بيني صب صغيره، انا حطيت كونتيتي هكا باش نجم السادة المشاهدين يشوفوها. دونك تحط كونتيتي صغيره كي تحب. قبل كل شيء هو بالطبيعه برشا باش تفرجوا فينا ربما هكا يعملوا لنا ملاحظات على العسل وعلى الغلاء وعلى الاسعار وعلى الملاحظات من نوع هذه الكل. غرفه القهوه مش الدنيا نيروز يستعملوا فيه لوصفات تجميليه يعني للشعر. وموجود حتى في الماسك اللي يشريوه. فوالا ضد البكتيريا، هو كما يقولوها ضد البكتيريا، خاطر فيه معناتها يفتح البو يرطب وتحفون بالكدا للوجه كيما للشعر كيما للوجه كيما للبدن الكل. كي نجيو نعملوا قماش لبدننا نجمو نحطوا منه ماسك للشعر تزرف هكا غير مغرفه صغرونه هكا نتاع سل. دونك هو به سورتو كجميع اللي عندهم الحبوب في دخلنا في حكايه اخرى، ما اللي عندهم الحب في شعرهم لهنا في الفروه، دونك في الفروه الراس، دونك ينجموا يحطوا منه به نعطيو غرض في المتناول موجود. فوالا ما ياغورت طبيعي تنجم ناكل ياغورت ونخلي مغير خلي شويه فوالا نخلي مغير في الوجه. باهي نحط كونتيتي صغيره مش كبيره برشا باش ناخذ هكا معناتها حسب قد انت ديجا كي تعمل اول مره ماسك باش انت تعرف الكونتيتي اللي تجي مع وجهك. ما نعملوش حاجه جاريه برشا، ما نعملوش حاجه زاده تبدا مثلا ياسر عاقده باش ما تجيش بالكدا في البو. كونتيتي صغيره الحكايه الكل ماهيش حكايه كبيره. نخلطوه نحطوه كالعاده على وجه نظيف ديما نقولوا مره ما نحطوا على المراحل الاولى اللي تسبق الماسك نيروز. فوالا هذيك احنا حرقنا شويه المراحل. دوك نوريوهم معنا يحبوا يراو التكستور. هذه التكستور اللي يكون بال مش ليكيد برشا مش شويه ماهوش سائل. اي مش سائل برشا مش عقد ياسر. دونك نحطوا من 15 ل 20 دقيقه في الوجه ماكسيموم، ما نخليوش برشا في الماسك في وجهنا اكثر نص ساعه ولا ساعه. اقول لك والله مش نورمال، ليه مش نورمال البو نتاعنا تتعب. اول حاجه يلزم البو تكون نظيفه، ماذا بينا كي نعملوا قماش زاد هذه حاجه تحفونا على الاخر. مره جايه ان شاء الله نعملوا استوس كامله سبيسيال قماش للبو الكل. وحاجه اخرى ليكرون سولير توا للجماعه اللي عندهم تخاس دكني، على خاطر شفت البو غراس هي اكثر بو تتاثر واللي عندها لي تاش برو. دونك تتاثر بالشمس واحنا من البو تاعنا يعني بالطبيعه. فوالا اكسيد سيبوم اللي لازم التوازن نتاع الزيت هذاك اللي يطلع من الوجه، دونك لازم يكون متوازن. نستعملوا دي تونر ناتورال. هما يستعملوا ليكرون، اما ساعات يتشكيو جماعه البشره الدهنيه يقول لك ما تلصقش اصلا يعني يقول لي عندها برشا سوائل. علاش جيت للتونر؟ على خاطر التونر كيما مثلا ميور طبيعي، باش نحكيو كنا على حاجات طبيعيه مش نحكيو على حاجات دي برودوي شيمي. دونك باش نحكيو على حاجات طبيعيه كيما ماء ورد مثلا، الكلي اللي يعمل توازن تاع الزيت اللي في البوم تاعنا يعني في الزون تي. انا الماء ورد كيف كيف الكلي قبل ما تعمل ليكرون سولير تفشفش وتمسح بكوتون ديسك نورمال وتحط ليكرون تاعك. والماء ورد نورمال بعد نخرجوا للشمس
تحط باش تحط ليكرون انت مش ايوه تحت ليكرون عادي نورمال عادي نورمال والا في الليل تحطو قبل ما تحط ليكرون سوليغ وصبح تحط الغومارا فما المونت فما سيترون فما برشا دي زيدغولا يعملوا يعملوا توازن نتاع البشره نتاعنا قبل ليكرون. ليكرون كل ساعتين راه مش نحطو ليكرون 8 ولا 7 ونخرجوا نروحوا 6 ونقول والله لا ليكرون هذه خايبه والليكرون هذه ما تشدش في وجهي لي راهو ليكرون معناتها لازم نختار. وزيد حاجه اخرى مش فلينا قالت لي ليكرون مش نورمال نمشي نشري كيفها نو انت قبل مش هو يقول تحب مثلا تقول له اعطيني ليكرون يقول لك هيك نجم انت عنده ستوك يحب يخرج ونحن نحكيوني على مواصفات اختيار الواقي للشمس يلزمنا نعرفوا نختاروها ملي حسب طبيعه البشره. انا البوسيش نتاعي لازم نقرا من لوطا بوغ البوسيش فهمت دونك انا حتى كي ما يسالنيش العبد انا نقول له راه البو نتاعي هكا راني انا عندي لي بروبليم هذم معناتها ليكرون مهمه كيما اللي ماسك. هو اليوم فما دي تيستور الباهي انه فما دي تيستور نجموا تيستيو معناها شويه اذا كان ممكن باش واحد يعرف يمشي معاه ولا ما يمشيش معاه. فماش هو فماش وصفات طبيعيه تنجم تعوض الواقي شمس للاسف. لا للاسف كنت مش نودكم بهم باش نمشيو في المجاني ديما والحاجات اللي نجموا نسمعوهم بسهوله. نجم كما قلت لكم ناخذوا ليكرون كل ساعتين تعاود راهو تحط كيت ما نعرفش لانجيت ولا حكايه تمسح وجهك لازم يتعاود كل ساعتين. حاجه اخرى ما نعملوش ليكرون نخرجوا طول في الشمس لا نعملوا ليكرون أقبل ربع ساعة ما تخرج وتخرج من بعد في وقت أريد كي تعمل وتخرج ديريكت أنزغي ماكش عاملة حد شيء خاطر البشرة مزيد ما تشربتش في في البوم تاعنا دونك ونخرج ديريكت ما تتسهد لي يسمى مادام أنت قبل ما تلبس حويجك عامل إكران وبعد البس لابشك وأخرج فوالا. هذوما النصائح جاو في وقتهم. انا نقول على خاطر اليوم مثلا بصراحه بارح واليوم سخونه على الاخر احنا هكا نحكي على تونس الكبرى. انت جيتنا من نابل كيفاش الطقس نيروس؟ ابرد شويه ابرد شويه لانكم حتى البحر احنا قريب يعني. زاد اقرب ياسر البحر دونك وي ابرد شويه من تونس اي اما سينو تحسوها ادفى من الايامات اللي فاتوا ولا؟ وي 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 اي سخنه تي بارتي فوالا دونك هذه جت نصايح في 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 وقتهم. نعاود ناكد الوصفه اللي عملناها اليوم سهله برشا نيروز شوفين نجموا نعملوا به قماش كيف كيف بدل 15 دقيقه كي تنحى على بوم ديفا نحيو بالماء دافي ولا نحيو بالماء فاتر بارد ولا هي هو فاتر يبدا معناتها احسن حاجه للبشره تنحي دوسمو ما تنحيش ديريكتومون باش كيما قلت هو الماسك يشد الوجه دونك يتشد الوجه وانت كي تعمل ضربه قويه يترهل البوم تاعنا اللي تكبست نحيو دوسمو ونحيو في الموفمون سيركولير للبو للبلايص اللي فيه مثلا الحب الحب اللي المقيح لي الحب اللي الشايح ولا لي تراس داكني ولا البلايص الغامقين اللي في وجهنا ولا البارتي هذه فوالا هذا هو ما ننساوش كيف كيف ننظفوا البشره نتاعنا قبل ما نرقدوا راهو البشره الكل تتنفس في الليل كي تلقى البوسيغ والوسخ والليكرون والفون دو تام تاع نهار كامل وكل شيء تتشرب غدوه يصبح يولي بون نوار دي تراس ديزاكني مش تراس داكني اونتي تاج من بعد نولي ما عادش نجموا حتى نجموا نصلحوا البوم تاعنا اللي راهو هذه غلط اللي يحب يدمر البوم تاعو يا جماعه اللي يحب يدمرها راهو يرقد بالمكياج ديما نقولها هذه ونعرفوها حاجه نجموا نعملوها بالطبيعه. نشكرك برشا نيروز على خاطر تجينا باش تقدم لنا وصفات طبيعيه. الرجوع للطبيعه فضيله انه نعملوا حاجات بصنع ايدينا ونتمتعوا بهم في الدار باهي كله باهي واليوم هيقبلوا عليها رجال ونساء فما حتى في صفوف الشباب ولاد يعني في عمر المراهقه تطلعوهم هالحبوب هذوما نيروز حبوب حب الشباب اللي عبروا عليه ويبداو متقلقين شويه ونعرفوا انه اللي معنا صغيراتنا ياسر يحبوا هكا يعجبوا ويحبوا انه وجههم يكون صافي دوك هام ديزاستوس حتى الوالده تنجم تعملها من الولدها هكا يبدا في 14 15 16 سنه ولينا احنا نتمتعوا بدي مومون كما قلت مزيانين. شكرا نيروز عايشك ميرسي يعطيك الف صحه. يلا احنا كنا لانسينا موضوعنا بالنسبه اللي يهم التجاره وقلنا باش نحكيوا على التزود والتزويد وعلى استراتيجيه وزاره التجاره اللي انطلقت بنسق مغاير وبنسق اسرع كان نجم نقولوا وانجح ايضا تنشوفوا هذايا علاش من بعد بدايه من شهر رمضان اللي فات باش نحكيوا على الواقع اليوم واحنا شهير بعد رمضان تقريبا وعلى مواصلة الاستراتيجية هذه في غضون الأيام الجاية بعد الشهر.